أطلقت مؤسسة أم اليتيم بدعم من منظمة اليونيسيف منصة إلكترونية خاصة بتفعيل الدور الريادي للشباب المصري، إضافة إلى افتتاح دورات تدريبية لأعمار محددة تهدف إلى تفعيل دور الشباب في المجتمع وإبراز مواهبهم وتوظيفها في خدمة المحافظة. تنفذ مؤسسة أم اليتيم للتنمية مشروع الشباب والموازنة التشاركية، وهذا مشروع بدعم منظمة اليونيسيف وينفذ في 3 محافظات في ميسان وبابل ونينوى. اليوم احنا عندنا اطلاق المنصة الالكترونية الخاصة بالشباب والموازنة التشاركية، منصة استشارية وطنية يعني تهتم بكل ما تم تنفيذه داخل المشروع، وايضا حتى نمكن الشباب من ايصال صوتهم الى اصحاب القرار، ممكن أن يشاركون مع صناع القرار بصناعة القرار، وأيضا لديهم الشباب اليوم إحنا عندنا شباب عندهم أولويات واهتمامات تخص قطاعات الصحة والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية، وأيضا ممكن قطاع الرياضة والشباب. أنا اليوم الطرح الاستبيان اللي الخاص باهتمامات الشباب والاهتمامات وما هي القطاعات التي تعنى أو الشباب اللي يتم التركيز عليها، بالإضافة إلى الأنشطة التي دارت خلال مدة عام من انطلاق هذا المشروع. كان حضور أصحاب القرار من الحكومات المحلية في محافظة نينوى، وكان الاستماع لأهم القطاعات التي تهتم بها الشباب. نحن شباب من محافظة نينوى 50 شخص، أخذنا تدريبات بواقع 30-40 ساعة لمدة 3 أشهر، بعدها أصبحنا مدربين لدى مؤسسة أم اليتيم للتنمية. قمنا ننطي تدريبات للناس اللي هم الأقران اللي الأعمار محددة ما بين 15 سنة إلى 24 سنة. من بعدها أطلقنا حملات توعية بدون العمر ما محدد. بعد التوعية سوينا مبادرات تخص اللي هي مؤسستنا، مؤسسة أم اليتيم للتنمية، ومن ضمن المبادرات هي الرسم والتحدث بلغات وأطياف وديانات المدينة نينوى. بعدها اليوم الحمد لله أتممنا المنصة وأطلقناها من مديرية الشباب ورياضة نينوى.